ولذلك الإنسان إذا كسره الله بفقر أو بمرض أو بعوز ولم ينكسر قلبه لله فما أبعده عن الله. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأشقياء قال عائل مستكبر، أي فقير وفيه كبر. فما أصعب أن يكون الإنسان فقيرا ولا انكسار فيه بين يدي الله، وأن يكون الإنسان معتلا مريضا ولا يرى في نفسه انكسارا بين يدي الله. أنا لا أطالبك أن تنكسر بين يدي الناس، لكن مهم جدا أن يكون هناك انكسار بين يدي الله الواحد القهار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما أجمل أن يظهر العبد لله جل وعلا ضعفه وعجزه وفقره ومسكنته. إن الله يحب منا أن نصنع هذا، لأن الله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه.